يسعد أوقاتكم طلاب صف التاسع. راح نكمل سوا بدرس System of Equations. We are going to correct the homework which is Applications 5 and 6. Application 5, we have to solve two examples in System of Equations by comparison. Here, to use the comparison method, we have to find one of the variables which is x from both equations and then solve for x equal x, or find y and then solve for y equal y. مننقل الأسهل علينا. هلا هون منلاحظ إنه ال coefficient of y is 1 and the coefficient of y is 1. كرمال هيك الأسهل نجيب قديش ال y بيساوي. فبصير معنا 1 plus x وال y بتاني equation equal 10 minus 4x. هلا هيدي ال y اللي جبناها وهيدي ال y are equal لأنه بيمثلوا نفس الكمية. ف y equal y بصير معنا 1 plus x equal 10 minus 4x. x plus 4x equal 10 minus 1 5x equal 9 فبصير معنا ال x equal 9 over 5. هلا بعد ما جبنا ال x بدنا نجيب ال y. فينا نستخدم وحدة من هودي التو equations يلي كنا جايبينهم قبل. y equal 1 plus x الأولى أسهل من الثانية يعني equal 1 plus بحط ال x بقيمتها وبعمل same denominator times 5 times 5 فبصير ال y equal 5 plus 9 is 14 over 5. So بيطلع solution بهيدي الحالة هو 9 over 5 14 over 5. Second example كمان solved by comparison. كمان هون نحن يا منجيب ال x من ال two equations ومنحط x equal x أو ال y منجيب y equal y. كل واحد اللي بيلاقي انسب بيحله. هلا هو الاسهل دائما انه نطلع بالكوفيشنتس، محل ما بنلاقي كوفيشنت 1 يعني هو الاسهل. فهون طالما الواي هي الكوفيشنت الى 1 فبجيب الواي شو بتساوي؟ بتطلع الواي ايكوال ماينس 2 بلس 5x. هلا طالما جبت الواي من اول ايكويشن اجباري بدي اجيب الواي من السكند ايكويشن. بصير معنا 6y ايكوال ماينس 12 بلس 3x اوفر 6 over 6 فبصير معنا ال y equal minus 12 plus 3x over 6. هلا اذا بتركها 1 fraction اسهل لي بالشغل. فمعنى هيدي ال y وهيدي ال y are equal so I will put y equal y. فاذا y equal y minus 2 plus 5x equal minus 12 plus 3x over 6. بحط هاي كلها over 1 وبعمل cross multiplication. هلأ minus 12x plus minus 12 plus 3x مضروبة بال 1 بتبقى هي ذاتها. فإذا minus 12 plus 3x equal 6 بدها تنضرب. احنا عم نعمل cross multiplication نضرب ال opposite terms ببعض. 6 بدها تنضرب باللي فوق يلي هي minus 2 plus 5x. بصير معنا minus 12 plus 3x equal minus 12 plus 30x. عم بعمل expand. هلا ال x لحال والارقام لحال. 3x minus 30x equal minus 12 plus 12. بيصير معنا minus 27x equal 0 over minus 27 over minus 27 معناها ال x equal 0. بعد ما جبنا ال x المفروض نجيب ال y. هلا نحن اتفقنا فوق انه ال y بتساوي minus 12 plus 3x over 6 وكمان ال y بتساوي 5x minus 2. طبعا يلي بلا fraction هي الاهون. فاذا لجيب ال y y equal 5x minus 2 وبحط ال x بقيمتها. محل ال x بحط 0 minus 2 هودي جوابهم 0 بيطلع ال y equal minus 2 فبصير السوليوشن هو 0 minus 2. Now example 1 in application 6. Solve each of the following systems. You can use any of the methods. تعلمناهن ثلاثتهم elimination, substitution, comparison. هون تركت لكم الحرية بالاختيار. هلا انتو بتنقوا اي انسب طريقة من بيناتهم بتستخدموها حسب الكيس. بالبارت 1 منلاحظ انه given y equal وكمان y equal. فالمفروض هون لحالكم تعرفوا انه الكومباريزون بهيدا البارت هو الاهون لانه فيني حط y equal y. هني جاهزين بس بحط كل شيء بقيمته.
3x plus 1 equal 3x minus 4 الx لحال 3x minus 3x الأرقام لحال minus 4 minus 1 بيصير معنا 0x equal minus 5 which is impossible. هيدي النتيجة هي false أو impossible لأنه ما في ولا عدد بضربه بزيرو يعطيني minus 5. طالما حصلت على impossible result so the system has no solution. ضروري هيدي تنكتب بالنهاية okay has no solution يعني وكأنه عم نقول إنه the straight lines are parallel يلي كانوا given هون. هوني ليش واضح إنهم parallel؟ لأنه إذا بتلاحظوا they have the same slope يلي هو 3. فطبيعي يطلع لي بهيدا الكيس إنه السيستم ما عنده solution لأنه the straight lines ما تقاطعوا. ب part 2 كمان اتفقنا حرية الاختيار. قبل شوي اشتغلنا comparison. هلأ منلاحظ ال elimination هون ال substitution sorry هي الأهون. ليش؟ لأنه عاطيني الواي شو بتساوي بالسكند إيكويشن، فأنا بس علي حطها بقيمتها هون بالفيرست إيكويشن، بصير معنا x plus 2y equal 8، فبشيل الواي من هون وبحطها بقيمتها، بصير معنا x plus 2 into 2x minus 6 equal 8، وبشتغلها لأجيب الـ x plus 4x minus 12 equal 8، بصير معنا 5x equal 12 plus 8. يعني 5x equal 20 over 5 over 5 بيطلع ال x equal 4. هلا طالما جبنا ال x 4 بقي علينا نجيب ال y. لنجيب ال y هنستخدم السكند equation اهون شيء 2x y equal to x minus 6. هنحط ال x بقيمتها يلي طلعت 4 فبصير معنا 2 into 4 minus 6 يلي هي 8 minus 6 يلي هي 2 فبصير solution هو 4 2. هلا انا هون نقيت substitution بس اللي حابب يشتغل comparison او elimination صح لانه ما في طريقه محدده بالسؤال. You can use any of the methods you choose. Part 3 هون اي طريقه بدنا نشتغلها حنقي elimination لانه اشتغلنا قبل substitution comparison. هلا لاشتغل elimination المفروض التو variables الاكس والواي يكونوا على نفس الجهة والارقام يكونوا على الجهة الثانية. فاول شي بدي زبط السيستم 2x حانقل ال 4y لعندها بتصير minus 4y وحانقل هيدي ال 4 لتاني جهة بتصير minus 4 كمان minus x plus 2y equal minus 4. هلا اذا I will multiply the second equation by 2 all of the equation حتى الجواب شو بيصير معنا؟ بيصير معنا 2x minus 4y equal minus 4 و minus 2x plus 4y equal minus 8. After addition 2x و minus 2x بيطيروا بعض minus 4y plus 4y بيطيروا بعض بيصير معنا 0 equal minus 4 و minus 8 is minus 12 which is false. أبدا 0 ما بتساوي minus 12 فكرمال هيك بستنتج إنه the system has no solution. مثل اللي حكينا عنه قبل بيكونوا straight lines are parallel كرمال هيك ما عم يتقاطعوا كرمال هيك ما بيكون عندي solution. وضروري هيدي الجملة انهي فيها السؤال لأنه أنا عم قلكم solve يعني بدكم تعطوني نتيجة نهائية هل قدرتوا تجيبوا solution أو لا. آخر part كمان هون رح أشتغل أسهل شيء elimination. برجع بأكد حرية الاختيار بتضلها لكم. حأضرب second equation by 6 حيصير معنا minus 18x plus 12y عم بنقل أول equation مثل ما هي 18x minus 6 times 2 is 12y equal minus 24. add the two equations minus 18x plus 18x is 0 plus 12y minus 12y is 0 equal 0 لأنه كمان plus 24 minus 24 equal 0. هيدي النتيجة اللي حصلنا عليها is true. طالما true معناها the system has infinite number of solutions. عكس ال false تماما has infinite number of solutions. هون بدي وضح شغلي بس قول infinite number of solutions مش يعني حيلا x و y بيخطروا عبالنا هني اللي بيزبطوا. infinite number of solutions بس مش any number
ليش؟ لأنه هودي التو straight lines هون يلي كنا عم نشتغل عليهم هني confounded straight lines, they are the same straight line. حيلا نقطة على هودي straight lines هي solution. هلأ straight line في عليها كتير نقط, كل هودي النقط يلي موجودين عليها بيكونوا هني solutions, ولكن كمان هون في كتير نقط قاعدين برات ولا straight line. هودي النقط اللي قاعدين برا هني منن solutions, فكرمال هيك إذا أنا بدي أختار solution مناسب لهيدا السيستم لازم اختار نقطة قاعدة على straight line. هلأ كيف بجيبها لهيدي النقطة؟ باخد أنا, تتذكروا لما كنا نرسمه جرافيكا اللي كنا نعمل نعمل تيبل صغير x و y, مش كان يطلعنا بهيدا التيبل هني نقطتين هودي نحطهم على الجراف ونوصلهم يطلعوا على الجراف على الستريت لاين. فهودي النقط يلي بنحطهم هون هني solutions. قد ما بدكم فيكم تجيبوا solutions بتحطوا فوق arbitrary values of x وحسب ال x بتجيبوا ال y, فكل هود النقط يلي انتو عم بتجيبون هني solutions للسيستم. واضحة؟ ويعطيكم ألف عافية.